وصلي وصلي على على الحبيب الحبيب قلبك قلبك يطيب. يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذكر ورد في القرآن تقريبا 242 مرة، وإحنا بنستفتح كده نقول بسم الله أعلى وأفضل وأحسن وأرفع أنواع الذكر، رقم واحد القرآن الكريم. ولذلك القرآن نفسه زي السيدة عمر تفضلت كده اسمه ذكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر الذكر وإنا وإنا له له لحافظون. لحافظون. أهل العلم لما قعدت تقرأ يا فندم سألت نفسي سؤال: يا ترى الأذكار اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا إن أنا أقعد أقرأ القرآن أفضل؟ فلقيت مقولة عجبتني أوي أوي أوي. قالوا إيه بقى؟ قالوا: فضل القرآن، فضله إيه؟ القرآن القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. يعني القرآن لا يوازنه ايه؟ لا يوازنه ذكر، رقم واحد في الذكر. لما نتتبع الذكر في القرآن المفاجأة ان انا لقيت الجن نفسيهم بيذكروا. ربنا قال على لسان الجن في سورة الجن: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ادي واحد. اتنين، ان فضل الذكر في القرآن الكريم لو لم يرد، ركزوا في دي قوي، لو لم يرد في فضلي وأهمية الذكر في القرآن الكريم غير هذه الآية لكفت. الآية رقم واحد فضل الذكر يا حاج دعاء. ايه الآية؟ ايه بقى؟ هي عبارة عن كلمتين بس. ايه بقى؟ أقوى حاجة في الذكر في القرآن، قال تعالى: فاذكروني اذكركم. بس بس. انت عايز ايه تاني؟ انت مين اصلا ولا انا مين؟ ان ربنا يذكرك في الملأ الاعلى. فاذكروني اذكركم. ولذلك هناك ربنا فسرها في السوره الثانيه دي: فاذكروني اذكركم، حطها كده وحط قصادها ايه باب التكمل، تكمله الايات بعضها ببعض، يعني واقم الصلاه لذكري، يعني الصلاه نفسها الذكر. طب والايه الثانيه: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني إيه ولا ذكر الله أكبر؟ قعدت أبحث في ذكر الله أكبر يعني إيه؟ لقيت أحلى وأجمل تفسير للآية دي: ولا ذكر الله أكبر. الإنسان إذا دخل في الصلاة يذكر الله، تذكر ربنا بالذكر والتسبيح والعبادة والقرآن. فربنا بيقول لك ولا ذكر الله أكبر، يعني أنت إذا ذكرته ذكرك. فذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. ولا ذكر الله إيه؟ أكبر، والله يعلم ما تصنعون. طب الذكر فايدته إيه بقى؟ قبل ما تعرف الفايدة اعرف عواقب الغافلين عن الذكر. أولا الجماعة اللي قليلي الذكر دول، اسمعوا بقى، ربنا وصف مش الممتنعين عن الذكر، قليلي الذكر، يعني قليل أول ما يقعدوا يذكرهم ويسبحهم ويقروا قرآن. عارف ربنا قال مين دول يا فندم؟ المنافقين. قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا قليلا. انا ما قلتش حاجه، ما تقولوش الصباغ قال، بقول قال الله عن المنافقين: ولا يذكرون الله الا قليلا قليلا. قصادها بقى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المفاجاه يا استاذ دعاء النهارده ان دائما الكثره في القران مذمومه والقله ممدوحه. صحيح، كثره مذمومه ازاي؟ ولكن اكثرهم لا يعقلون لا يفقهون، ولكن اكثر الناس اكثرهم فاسقون. إنما في القلة يقول إيه؟ وقليل من عبادي الشكور. صحيح. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلا في الذكر. واذكروا الله كثيرا. اللي هي بتاعت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين إلى آخر الآية، مفيش حاجة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب وسيدنا موسى: كي نسبحك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا كثيرا.